اي ابداع داخله تجريب، واي ابداع داخله بحث وداخله خيال يعني. فده كل ده بنشوفه في مهرجان التجريبي. ياما شفنا عروض كويسه وتعلمنا منها ووقفنا عندها كتير، وعروض شفناها من 20 سنه في مهرجان المسرح التجريبي او اكتر ولسه فاكرينها. فيكفي ان الواحد يفتكر عروض من سنه 88، طبعا دي حاجه بديعه يعني. يمكن تلفزيونيا حضرتك تألقت في الفترة الأخيرة، وأيضا سينمائيا بمجموعة من الأعمال الجميلة اللي الحقيقة أظهرت قدرات تمثيلية لم يستغلها المخرجون من قبل. يعني كان آخرهم مسلسل قابيل، والحقيقة كان تجربة شديدة الخصوصية ومتميزة جدا في شهر رمضان الماضي. فتقول إيه عن إعادة اكتشاف الفنان الجميل أحمد كمال في مجموعة من الأعمال الأخيرة؟ ما هو أصلاً أنا معظم حياتي، أنا أصلاً رجل مسرح، فمعظم حياتي مستخبي جوه القاعات المسرحية وبتاع مسرح، وجمهور المسرح محدود وما فيش كاميرات، ما فيش أي حاجة يعني. المسرح بيظلم أحياناً الفنان المسرحي؟ لا يعني، هو المسرح ليه خصوصيته، ما أقدرش أقول بيظلم، بس هو ليه خصوصيته وليه تمنه وليه حبه وليه مجهوده، وهو عطاؤه طبعاً يعني المقابل بتاعه قليل، ولكن طبعا اجمل حاجه في المسرح هو انه بيعلمنا، وهذه المتعه الشديده يعني في الوقوف قدام المسرح، على المسرح قدام الناس يعني. فالمسرح هو كل شيء بالنسبه لنا يعني، اجمل حاجه في الدنيا، وما زال يعني ظروفه صعبه اليومين دول بس موجود.